ждите. صباح الخير لكل مشاهدينا، واكيد مع حلقه جديده من فقره على الموضه. بالبدايه بحب اقول لكل مشاهدينا ميري كريسماس. ان شاء الله يكون هذا العيد كان مميز وكان مليء بالفرح، وان شاء الله اكيد حصلتوا على هدايا كتير حلوه. بس حتى اذا بعد ما حصلتوا على هدايا، في بعد معكم لاخر السنه حتى تحصلوا على الهدايا اللي بدكم اياها. أكيد بهيدي الفترة كلياتنا منبلش إنه غير بعد ما تحضرنا واشترينا وعملنا شوبينج لهيدا الموسم، كلياتنا بضلنا بدنا أشياء، خاصة إنه في عنا مناسبات ما بتخلص أبدا بهيدي الفترة يلي فينا نسميها هي فاستيف بيريد. يعني فاستيف بيريد من فترة عيد الميلاد يلي قطع، وكل يوم في عنا عشوات وغدوات وظهرات، واكيد بنكون باحلى طله. والحلو خاصه اليوم نوعا بعد عيد الميلاد بلش تقريبا باكثريه المحلات بلش الحسومات، وبهيدي الفتره اكيد ما في علينا الا نعمل الشوبينج الحلو، خاصه للقطع تو داي فور. اللي تو داي فور مش تو داي فور انه ببدايه الموسم بعد ما اشترينا الاشياء الاساسيه تبعيتنا وبقيت بالبوتيك، ما علينا الا نروح نتوجه هلا ونشتريها. وكمان اكيد هلا راس السنه صار على الابواب، والعد العكسي لاستقبال السنه الجديده اصبح عم يركض ركض. واكيد كل واحد منا يمكن قرر يا اما ما قرر كيف بدها تكون سهرته وين بدها تكون سهرته. للاشخاص اللي قرروا وين تكون سهرتهم لازم اكيد يلبسوا شيء بلام السهره تبعيتهم، واذا كمان كنتم من الاشخاص اللي بعد مش عارفين شو هي السهره تبعيتكم كمان لازم تلبسوا اشياء وتختاروا اشياء على اخر موضه. بس اكيد اهم شيء اللي على طول بكرر وبعيد هي انه الاشياء اللي لازم نركز عليها اشياء اللي بتناسب الوقت والمناسبه اللي احنا، ما فينا نلبس ازياء رسميه زياده عن اللزوم والسهره بتكون كاجوال، يا اما فايس فيرسا، لانه الواحد ما بده يكون قاد بالسهره تبعيته يا اما بالوجود تبعيته، بده يكون اكيد باحلى طله. واهم شيء يلي على طول بعيد وبكرر لازم نكون بكامل راحتنا. والشغله كمان يلي ماست هاف وحتى لازم نعتمدها للسنه الجديده والسنين يلي جايه، على طول نختار القطعه يلي على مقاسنا نحن، ما ننغر بالقياس اصغر من قياسنا، لانه كل ماركه وكل موديل القياس بيتغير. اهم شيء نختار القطع يلي بتناسب جسمنا. اليوم رح نشوف سوا، رح نعمل مثل نوع من راوند اب للاشياء الماست هاف والاشياء اللي شفناها الحلوه لخريف شتاء 2017 2018، ورح نشوف مثل هيك كليب من احلى العروض لخريف شتاء 2017 2018. واكيد هالموسم كان حاملنا عناوين ما بتخلص ابدا. خلينا نشوف سوا هيك الراوند اب لاحلى العروض تبع الموسم، بالاضافه لهالشيء رح خبركم شو هن العناوين اللي لازم يلي اكيد كلكم صرتوا بتعرفوها وفينا نضلنا عم نعتمدها. اذا في عنوان من العناوين ما نقيناه لهالموسم روح نتوجه على البوتيكات ونشيلها نكون باحلى طله. عم نقينا من هيك عملنا مثل سلكشن من احلى العروض، وهالسنه من احدى العناوين اللي بترجعنا كانت لفتره السبعينات وهي التايلورين. كل شيء بدله، كل شيء سوتس هالسنه اخر موضه. بس لكن الشغله الحلوه لخريف شتاء 2017 2018 كانت الانوثه مشبعه لاقصى درجه، كانت التايورات ما عم نشوف هون القصات المزيج الستاتي مع الرجاله مش العكس هالسنه، مع انه السنه اللي قبل كنا عم نشوف الستيل الرجالي مع لمسات الستاتي بنفس الوقت، بس لكن هالسنه بنحس الانوثه هي الطاغيه لاقصى درجه.
هنا عم نشوف مجموعة بالونسياغا. بالونسياغا هالسنة ركز على حقبة من عالم الموضة يلي هي فترة الثمانينات، ركز على الألوان كتير قوية، وأكيد بفصل الشتاء شو هي القطعة الستار يلي كل حدا لازم يركز عليها؟ هي المعطف يا أما الكوتس. فهون عم نشوف موديلات الكوتس. الكوتس هالسنة It's an investment بالآخر، نوع من استثمار، خاصة بدنا قطعة تلائمنا معطف نشتي يضاين أكثر من موسمين. ونركز على الموديلات الكلاسيكية، وبالإضافة فينا نختار المعاطف الطويلة الطويلة. الماكسي لهالسنة كانت must have، يا أما المعتدلة على فوق الركبة. هون عم نشوف عن كنزو. كنزو المعروف من زمان، من لما ابتدى لحد اليوم بالألوان. كمان هون بنلاحظ الألوان كانت ألوان must have، كانت طاغية لأقصى درجة، الألوان اللي لازم كل حدا يعتمدها. وبتخيل كلكم هون نحن بلبنان والعالم العربي، يمكن نحن ترند سيترز اكثر شيء بالعالم. الالوان يلي كانت طاغيه وماس، اول شيء هون عم نشوف التشيكس يلي هو الايكوسي. الايكوسي يلي اخر موضه هالسنه بذكرنا بالستيل الانجليزي السكوتش. هالسنه عم نشوفه على موديلات كثيره، من التيارات للبدلات للمعاطف للبنطلونات لكل شيء بفكروا فيه بالايكوسي موجود هالسنه. اللون الابيض رح حبكم نعملكم هيك مثل جوله على الالوان الدرجة، ويا حترافقنا كمان للموسم الجديد. اول شيء هالسنه الماست هاف هو التوتال لوك الابيض، اكيد خبرتكم عنه قبل، بس هون نحن اليوم عم نعمل مثل هيك هايلايت عن شو هن الاشياء كانت درجة لهالموسم. هون الابيض كتوتال لوك، يا ما فينا نمزه مع الاسود، يا اما الاحمر يا اما الفوشيا. النيو بلاك اللون الاحمر كمان يلي فينا نعتمده كتوتال لوك، كتوتال لوك، يا ما فينا نكسره بالالوان الثانيه اللي هي كثير حلو هالسنه مع لون الازرق. كمان اللون الازرق اللي هالسنه عم نشوفه بقوه بعالم الموضه، وباقي معنا تقريبا لفتره طويله بعالم الموضه، ورح نشوفه بقوه لربيع صيف 2018. اللون الاخضر، اللون الاخضر عم نشوفه على كل التدرجات. لون الماست هو اللون الاخضر الزيتوني، بالاضافه للون الكاكي اللي كمان موجود وين ما كان. الفرو هالسنه ما في الفرو، بنحسه الوان قويه بعد ما السنه الماضيه شفنا الفرو على الكلاسيك يلي كان اللون الابيض على الفرو كان طاغي، لكن هالسنه الفرو الملون هو الماست هاف اكيد على كل انواع وتغيير نوع الفرو. واكيد بالاسواق في لمحبين الفرو الاصلي، في فرو اصلي، في للاشخاص يلي بحبوا الفرو بس ما بحب هن ضد قتل الحيوان، في كمان الفرو الاصطناعي، بس في بعض الاوقات كمان عم بغشونا عده ماركات بيستعملون فرو اصلي وبيقولوا لنا انه هذا فوق فير، بس هيدي نقطه بحب اذكرها واطلعكم عليها لكل الاشخاص. انا بنصحكم للاشخاص يلي ما بحبوا الفرو الاصلي انسوا تلبسوا وتعتمدوا الفرو الاصطناعي، لانه بهلا اخر ستدي لاحظ انه في كثير من الماركات ما عم بيصدقوا باستعمالهم للفرو. بنرجع للشغلة يلي هالسنة كمان كانت دارجة كتير ورح ترافقنا لعدة مواسم جاية، هي البيرسونال ستايل. البيرسونال ستايل يلي هو التركيز على الستايل الخاص تبعنا. من هيك بنلاحظ الحقبات العديدة يلي ما بتخلص ابدا بعالم الموضة، يعني فينا نعتمد نوعا ما الاشياء الكلاسيكيه، ما نضيف عليها الا الاكسسوار لنعطيها الحياه اللي احنا بدنا اياها. هيدا بيرجع للاشخاص شو طالع على بالنا.
والشغله هالسنه يلي كانت الماست هاف وشفناها بقوه لخريف شتاء 2019-2018 وفيها كمان نشتريها وتضاينا للسنه الجاي هي المخمل. المخمل هالسنه كان كثير رويل، يعني انكسلنا يمكن شيء عده شتويات منشوف المخمل، بس لكن هالسنه المخمل شفناه وين ما كان، على التيارات، على البنطلونات، على الفساتين، على الجاكيتات، يعني شفنا الفرو المخمل وين ما كان بعدة طرق والألوان اللي كانت طاغية على المخمل. هو اللون البوردو الواين كولر الأخضر الرويال بلو، كل هالألوان اللي كانت، وأكيد اللون الأسود أكيد. فإذا مع الراوند اب لأحلى العناوين لخريف شتاء 2017-2018، ما عليكم إلا تتوجهوا على السوق إذا في عنوان من هالعناوين خبرتكم عنها زمطت منكم وفيكم تتمتعوا فيها بالحسومات الحلوة. بس أهم شيء بهيدي الفترة لما بدنا نشتري اي شغله نقيها مش كثير ترندي وكثير فلاشي، تكون نوعا ما حياديه حتى نقدر نستفيد منها من الموسم الجاي. وانا بنتقل لان جوزيف ليخبرنا شو بعد في عنا بعالم الصباح، وبرجع بقول لكم ميري كريسمس. ثانك يو لك هاديه، نحن وياكم رح نروح لبريك. ما تنسوا سؤالي على صفحه الفيسبوك، الفشل هو اول خطوه للنجاح بالنسبه لكم، شو؟ بريك وبنرجع.